Hi guys, welcome back to the channel, and today we have another new video and the title is begging Allah to allow us to pray in the mosque again. But before anything else, if you are new to my YouTube channel, don't forget to subscribe, hit likes and click the bell so that you will notify my next upload. So let's check it out, this video. المساكين خلف الباب، الذكارى خلف الباب، اليتامى خلف الباب، المطرودين خلف الباب، التائبون خلف الباب. إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائل والمحروم. افتح لنا الأبواب، افتح لنا الأبواب، هيا لنا الأسباب يا رب الأرباب. Oh my God, he's crying. He wants to come inside the mosque to pray. So let's continue. افتح لنا الابواب، لا تحرمنا من الجوع والجماعات يا الله، لا تحرمنا من اداء الصلوات يا الله. تبنا اليك يا الله، رجعنا اليك يا الله، ندمنا على ما فعلنا، عزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. تبنا الى الله، رجعنا الى الله. سئمنا الصلاه في البيوت، لا نريد ان نصلي في البيوت، نريد ان نصلي في بيتي. عجزنا الصلاه في المساكن وفي الرحال وفي المنازل، نريد أن نصلي في بيتك، فالمساجد بيوت المتقين. اللهم ارزقنا القناعة، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، والخيبة بعد الرجاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء. يا من ذكره شفاء وطاعته دواء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون، وأمره بين الكاف والنون، وإذا أراد أن يقول شيئا كن فيكون. ردنا إلى المساجد ردا جميلا يا الله، ردنا إلى الجوامع ردا جميلا يا الله، نتوسل إليك يا الله. اللهم يا رب طالت علينا يا الله، اللهم اكشف عنا هذا البلاء، واكشف عنا هذا الداء، واكشف عنا هذا البلاء تصيب به من تشاء. Oh my God, you will feel the emotions of this guy. You want to come inside. تشاء وتصرفوا عما تشاء، اصرفوا عن بلاد المسلمين يا الله. نتوسل إليك يا الله، اكفناه بما شئت وكيف شئت يا الله. احفظنا بعينك التي لا تنام، واكتفنا بركنك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي مرار كان عرشي. Even though you don't understand what he's saying, but you will feel it. تكفينا شر هذا الوباء وشر هذا الداء يا لطيف الصنع، يا من كلما ذهب الامر جلا ما ذهب، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الامر اذا ما حكم. فرج الكرب الذي حل بنا، انتهى الكرب علينا عظما، واستجب لنا يا الهي دعواتنا، أنت ربنا وأنت رحيم الرحماء. اللهم أصلح لنا بالنا وأحوالنا وشؤوننا كلها، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ونجنا مما قد نزل بنا يا أرحم الراحمين. يا
وحول الحول والأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره وإليه يرجع الأمر كله. يا من عليك العسير يسير، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا رب عجز الطبيب فداونا، كثر الفساد فنجنا. أنت العليم بأحل بأرضنا، أنت العليم بما نزل بساحتنا. فك لنا الأبواب يا رب الأرباب، هيئ لنا الأسباب يا الله، بجاه محمد سيد الأحباب. يا عزيز ويا وهاب، يا أكرم الأكرمين، يا رب البيت والحرم ومكة وزمزم، هيا لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارفع الوباء والبلاء والداء عن المسجدين الشريفين العظيمين في مكة والمدينة، ورد إليه الطائفين والقائمين والركع السجود. اللهم يا رب يا الله، يا من أنت الله، يا من سميت نفسك رحمانا رحيما، يا من سميت نفسك عظيما كريما، أكرمنا يا الله. اللهم إنا نستودعك الموصلة، أهلها وأبناها، شيبها وشبابها، نساءها ورجالها، أرضها وسماءها، ماءها وهواءها وكهرباءها. احفظها يا ربي وسائر القرى ومدن المسلمين، احفظها من هذا الوباء، احفظها من هذا الداء، احفظها من هذا البلاء. أنه لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله عدد العادون وجاره، ورجونا الله مجيرا، رجونا الله مجيرا، رجونا الله مجيرا. أجرنا مما نزل بنا يا الله، لا تطردنا من رحابك يا الله. إلهي أغلقت الملوك وأبوابها، وبابك مفتوح للسائل والمحروم. إن طردتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، حاشاك أن تطردنا، فأنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم. انظر إلينا نظرة رحمة يا الله، نظرة رحمة يا الله، رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعفنا وتحفظ بها غائبنا وترد لنا مساجدنا. Okay guys, that's the end of the video. Wow. Even you don't understand, you will feel it, the guy. He want to come inside and he's begging to God to pray inside. So guys, thank you so much for watching until the end of this video, and make sure you are safe, stay at home, everything will be okay. So see you guys, bye everybody.